احنا قبل ما نطلع الفاصل عايزه يعني ابلغ حضراتكم عن تقرير بيهم كل ام، لانه بيسلط الضوء على اهميه فحص شبكيه عيون الاطفال خصوصا الاطفال المبتسرين، يعني اللي دخلوا الحضانات بعد الولاده المبكره. ازاي بقى بفحص بسيط زي ده ممكن ننقذ نظر الاف الاطفال؟ دول كتير في العالم بقت بتطبقه بشكل الزامي في الحضانات، فاحنا هنعرف اكتر عن الموضوع ده وعن الذكاء الاصطناعي اللي بيتم استخدامه في مجال العيون في هنشوف التقرير دلوقتي ولقاءات من داخل المؤتمر السنوي السادس لمستشفى دنيا العيون. الاصطناعي وتطبيقاته في مجال طب وجراحات العيون بالذات عيون الاطفال، وتهمنا عيون الاطفال عشان حاجات كتيره جدا، عشان الطفل اللي بيتولد قبل ميعاده، طفل الحضانه اللي مهم جدا جدا نفحص عينه بعد شهر من الولاده. في مصر كبير على عدد كبير جدا من الاطفال، الاف الاطفال، واكتشفنا ان الطفل المولود ناحيه ال 34 اسبوع ووزنه اقل من 2 كيلو واتحط في الحضانه معرض لفقدان ابصاره، الاصابه بالعمى الكامل لو ما فحصناش عينه شهر بعد الولاده، ودي حاجه في منتهى الاهميه اللي في الدنيا. كنا قلنا بقى من خلال الضيوف الدوليين الموجودين حاجات كتيره، ازاي نعالج الكسل عيون الاطفال بالطرق الحديثه. فالكسل دي بقى العين موجوده بس مش شغاله، المخ ما بيستقبلش منها صوره، فمش كنا بنقفل العين وبنضطر الطفل نستخدم العين الضعيفه. دلوقتي عن طريق ال 3 دي وال 4 دي والفيديو جيمز بنقدر نقوي العين من غير ما نضايق حد، فدي طبعا طفره كبيره جدا جدا في هذا المجال. وايضا ازاي نكتشف مبكر ونعالج مشاكل العيون في عموم الامور اللي تخص بقى امراض العصب البصري، امراض الشبكيه، الامراض الوراثيه، اورام العيون وسرطانات العيون في الاطفال، وايه الجديد في ده من خلال كوكب ضيوفنا المشاركين المؤتمر. تطبيقات الذكاء الصناعي كبيره جدا في مجال مرضى السكر، في ان احنا نقدر مريض في منطقه بعيده نقدر ناخد صوره لقاء العين، والذكاء الصناعي يقدر يصنف المرض في عينه ويحدد مدى الخطوره. بالنسبه للمؤتمر بتاعنا القمه بقمه العالميه لامراض العيون، احنا كمان بنتكلم على تطبيقات الذكاء الصناعي في شبكيه الاطفال المبتسرين، وده هو الحقيقه اللي بيمنع العمى في الاطفال مدى حياتهم، لما بناخد صوره للشبكيه وتترجم لتشخيص دقيق للمرض وعليها ناخد توصيات العلاج. Your conference is about متواجده في القاهره لتبادل الخبرات معانا في مجال علاج اورام عيون الاطفال. يعني هي بتشكر في التقدم اللي موجود في مصر والتعامل مع الحالات دي، وهناك برضو في تركيا بتقول انه دلوقتي بقت في تقدم كتير من استعمال العلاج الكيماوي سواء عن طريق الحقن في الوريد او الحقن داخل العين، وده على نسبه الشفاء اللي موجوده بالنسبه لحياه الاطفال او الحفاظ على عينهم او الحفاظ على النظر. النهارده احنا بنتكلم على موضوع مهم قوي اللي هو الاي اي في البيدياتريك ريتنا في شبكيه الاطفال، وده موضوع جديد ومهم، وبالنسبه لنا كشباب احنا عايزين نشوف الخبرات الكبيره قوي بتاعه بروفيسورز من يعني زي ما احنا شايفين يعني انترناشونال عالميين، كل واحد قال لنا الخبره بتاعته. مواضيع مهمه قوي بتختصر علينا، يعني بتختصر علينا حاجات كتير ان احنا بناخد المعلومه من